يقول لك ايه انتوا مهتمين قوي الكلام ده قلته قبل كده يعني بالطرق والكباري. يا سيدي انت بس منك شفت الطرق والكباري اكنك انت بتمشي عليها، لكن ده مش معناه ان قطاع زي الزراعه انت ما بتشوفوش. فانا عايز اقول ايه، ان في القطاعات المختلفه الدوله شغاله فيها كلها مش غفل يعني، لا تخفى القطاع، لا تخفى القطاع، اتصالات، تعليم، صحه، صناعه، زراعه، ما فيش قطاع احنا سايبينه. بس وانا مش هقول ان الاعلام ما بيغطيش ده فمن فضلكم غطوه كويس، لا مش هقول كده، لكن انا بقول للناس ما تتعودوش ترددوا اللي بيتقال لكم يترمي لكم كده فانتوا تاخدوه وتقولوه. لا، مع الوضع في الاعتبار ان البيانات دي كلها متاحه برضو على موقع مجلس الوزراء وعلى الوزارات المختلفه، يعني لو دخلت على النقل هتشوف، دخلت على الكهرباء هتشوف، دخلت على الزراعه هتشوف، او على الموقع بتاع رئيس الجمهوريه. الحقيقه فريق الاعداد لما يعني اتفقنا ان احنا ناخد السؤال اللي ظهر قدام حضراتكم على الشاشه مش شايف انجازات السيسي ليه، قرروا ان هم يروحوا يعني يحاولوا يجاوبوا على السؤال او يقدموا يعني رؤيه ايه اخبار انجازات السيسي في عدد من القطاعات، لان هم دايما بيقولوا انتوا الناس اللي بره مش شايفين. يعني في واحد منهم عمل حاجه غريبه قوي من كام يوم، جاب لي تويته كانوا بيتكلموا على مشروع المنتزه الجديد، فجاب لي تويته كنت كاتبها في 2019 ايام فيديوهات محمد علي الاولانيه، فانا كاتب انه الربع مليار جنيه مصري لقصر في المنتزه، بعدين السطر اللي تحت دي على طول عشان خاطر مدام انتصار تعمل مش عارف كذا، وعشان خاطر مدام انتصار كذا، وعشان مش عارف ايه تكمله البتاع يعني. فاول افندي الجميل يظهر الضابط المخابرات قال للمعدين روحوا هاتوا الكلام الناس اللي كانت بتتكلم على قصر المنتزه، فهو راح عمل ايه؟ قام راح قاصص اول سطرين اللي هم ربع مليار جنيه لقصر عشان قصر في المنتزه، لان طبعا لو نزل بس تحت وهو بيعمل كروب للصوره، لو نزل لتحت وطلعت كلمه مدام انتصار هو والشخص اللي زاع الكلام ده واللي جاب الفكره هيتنفخوا، يعني هيتنفخوا لحد ما يحققوا انتصارات كبيره جدا الحقيقه. فالنقطه في ايه؟ ان هو بيقول لك الناس اللي بره بتقول. فانا المره دي الحلقه دي فريق الاعداد قرر يجيب لكم شويه ارقام لطيفه جدا في عدد من القطاعات، تعالوا نشوفها مع بعض ونشوف واحده واحده كده الراجل ده عمل انجازات ايه في مصر. نبدا كده مع بعض ونشوف في قطاع للاتصالات انجازات السيسي في مصر. في قطاع الاتصالات الحمد لله، الحمد لله بلا فخر، مصر في عهد السيسي في المركز 111 عالميا في سرعه الانترنت الثابت. جميل. طيب نروح على اللي بعده ونشوف الانترنت بتاع الهاتف، مصر في المركز 100 في مركز 98 عالميا في سرعه انترنت الهاتف. كارت الشحن اللي ب 20 جنيه بيدي لك 14 جنيه رصيد، وده قمه الاعجاز العلمي اللي بيبين لك الضرائب بتروح فين وفلوسك بتروح فين. ندخل على قطاع اخر، قطاع التعليم. عندنا عجز بنسبه 400 الف معلم في المدارس، ما يقارب نص مليون معلم مش لاقينهم في المدارس. متوسط كثافة الفصول نحو 69 طالب. مصر في المركز 129 في مؤشر جودة التعليم. مصر في المركز 124 في جودة إدارة المدارس. عندنا كمان مئات المدارس قايلة للسقوط، والإنفاق الفعلي للدولة مش المعلن على التعليم هو 1.6% من إجمالي الناتج المحلي، والدستور المصري بتاعهم بيقول إن هي 4%. طيب إنجازات الصحة أخبارها إيه؟ مصر في المركز 110 في مؤشر الأمن الغذائي العالمي. عندنا في مصر حوالي 8 مليون طفل في المدرسة مصاب بالأنيميا أو بفقر الدم بمناسبة الأوبئة وكورونا وكده، فمصر في المركز 153 عالميا في الاستعداد لمواجهة الأوبئة. طيب الدكاترة، عندنا دكاترة؟ لا والله، في عهد السيسي الحمد لله من إنجازاته عجز الأطباء بيصل ل 65% بأكثر من 130 ألف طبيب بيعملوا في الخارج. المركز 69 من حيث جودة الحياة في عهد الراجل اللي انتوا شايفينه على الشاشة. عندنا الإصابات بأمراض نفسية، 7% من المصريين مصابين بأمراض نفسية، يعني حوالي 7 مليون بني آدم. وعندنا كمان 25% لديهم أعراض اضطرابات نفسية. طيب نروح على الصناعة، الأمل في الصناعة أكيد، الراجل ده راجل المصانع. نسبة البطالة الحمد لله 7.4%، حوالي 62% منهم بين 15 و29 سنة اللي هو سن الشباب. طيب إجمالي العاطلين قد إيه؟ إجمالي العاطلين 85% من إجمالي العاطلين هم من حملة المؤهلات،
و45% من إجمالي العاطلين دول من حملة الشهادات الجامعية. عندنا في عهد السيسي ملاحقة وسجن رواد الصناعة بمصر صفوان ثابت نموذجا. أغلق الراجل ده من 20-30% من إجمالي مصانع الملابس الموجودة في مصر، وتم إغلاق شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية فقط في عهد السيسي. نشوف الكم رقم الجايين دول لأن هم مهمين قوي. إغلاق 400 مصنع في المنطقة الصناعية في عهد السيسي، ده رئيس مستثمري 6 أكتوبر. توقف قد إيه بقى في سوهاج؟ توقف 3000 مصنع عن العمل في الصعيد، ده رئيس مستثمري سوهاج. إحنا في المركز وبلا فخر المركز 100 من 105 على مستوى العالم في صافي الدخل الشهري للفرد. طب ما نشوف الزراعة، يمكن نلاقي في الزراعة الأمل. تهديد سد النهضة بجفاف الأراضي الزراعية، اطمئنوا تماما، كونوا مطمئنين تماما، مش هتلاقوا مية في خلال كام سنة. الاكتفاء الذاتي من العدس وفول الصويا أقل من 1% فقط في عهد السيسي. الاكتفاء الذاتي من البقوليات 26% ومن الذرة الشامية 45%. طيب الاكتفاء الذاتي من القمح 41%. الاكتفاء الذاتي لمجموع الحبوب هو 50%. نصيب المواطن من الأرز قد إيه يا جماعة؟ الأستاذ اللي كان بيقول روحوا دوروا على الرز بدل ما أنتوا شغلين نفسكم بالذهب هو 28 كيلو بدلا من 42 كيلو في سنة 2012. توقف العمل في عهد السيسي في 25,000 مزرعة دواجن. ومطاحن القمح أخبارها إيه؟ توقف 80% من مطاحن القمح بالقطاع الخاص. وأخيرا ارتفاع أسعار القمح والأرز والسكر والأعلاف بنحو 100%. إنجازات دي ولا مش إنجازات يا متعلمين يا بتوع المدارس بالأرقام؟ عشان لما يطلع ولد من الولاد أو عيل من العيال اللي هم ممسكينهم صفحات على الفيسبوك، ممسكينهم أدمن قنوات، يهوهو علينا، يبقوا حطوا له الأرقام دي في التعليقات عشان يقراها كويس ويحفظها ويفهمها وبعدين يطلع يرد عليها. ولما يطلع الناس اللي في الحظيرة يقتطعوا تويتات، قول لهم خليك جدع، خليك راجل، وطلع اسم مدام انتصار في التغريدة اللي انت قاطع منها سطرين، وبطمني على نفسك بعد ما تطلع اسم مدام انتصار في التغريدة. يا جماعة الخير، نظامكو فاشل، تجربتكو فاشلة، على رأي واحد لما قالها من 10 سنين لرئيس مدني منتخب، تجربتكو فاشلة، مش هقول بنت 60 كذا على حاجة، لكن الناس عارفة. خلينا نروح للاتصالات مباشرة. معانا أبو أنس من مصر، أهلا بك أبو أنس. حياتي لك يا دكتور أسامة وأنت أسرة البرنامج، حياكم الله وبياكم وتحية لشخصك الكريم. شكرا. إحنا دلوقتي إنجازات في الأمعاء الخاوية، المعدة الفاضية، حالة تقزم، جفاف، أنيميا، يعني الحزن مخيم على كل مكان، هدم بيوت الناس وتشريتهم، كان بيت وكان بيت هدوا سيسي، ما فيش أي إنجاز لي غير القهر والسل وبناء السجون وقتل للشعب المصري. إنجازاته وإنجازاته القهر تحت تهديد السلاح وسرقة بالإقرار، سرقوا الوطن واغتصبوه، اغتصبوا النساء، سجنوا الحرائر، ما فيش عنديهم أي إنجاز غير القهر، ما فيش عنديهم أي شيء قدموه للشعب غير السل والإهانة، لا قوانين، لا مجلس الشعب ولا شورى، كل حاجة بتتفرض على الناس، كل حاجة بالعافية وبالقوة، القوة مش هتستمر كتير، احنا خلاص الوضع كده انتهى. يعني مصر سقطت الديون، الدولار النهاردة ب35 و40 جنيه، ما حدش لاقيه، الذهب ال24 بيجي ب2300 وبرضه ما فيش، ما حدش لاقيه، في ازمه برضه فيه عشان الناس كلها ارصدت حوالتها الذهب. قطاع الاعمار كل المباني واقفه، كل المشاريع اللي هي في الاستثمار العقاري كلها وقفت، السياحه كلها مضروبه، ما فيش. طب معلش ابو انس، معلش ابو انس، بس ثانيه واحده، ما هو الراجل في الفيديو احنا الحقيقه لما جينا نتكلم جبنا له ايه؟ جبنا له قطاعات اللي هو اتكلم عليها، الاتصالات، التعليم، الصحة، الصناعة، الزراعة. لكن هو بيقول لك يا ابو انس ما انا عامل لك شبكة طرق وكباري قد كده، ايه رأيك؟ لا، شبكة الطرق والكباري قتل الناس، يعني احنا دلوقتي يمكن رقم واحد او اثنين على مستوى العالم في حادث طرق، كل ساعة كام حادث، انت في الشهر اللي فات كام حادث ناس ماتت فيه، أطفال ونساء والناس اللي طالعين على أكل عيشهم، العمال الغلابة اللي هم بيكملوا باقي عشاهم نوم، فين؟ ما فيش طمأنينة ولا اطمئنان ولا أمن وأمان. إنجاز إيه؟ إنجاز الرعب بتاعه، رعب الناس ودمر البلد، ما فيش اقتصاد، ما فيش نمو، وخلف عبقة على تهديد السلاح،
استحالة طبعا انت دلوقتي لو واقف في الاستوديو ومش حاسس بالامان مش هتعرف تأدي اداء كويس. يعني فريق البرنامج عندك لو مش متمكن مش هيعرف يجيب المعلومات ويجيب السردية دي ويوضح للناس اللي بيحصل. لازم يبقى حاسس بامان عشان يعرف يشتغل. انما احنا مش حاسين بامان ان احنا نمشي في الشارع في مصر. احنا مش حاسين بامان نخش السوق نشتري. يعني مش حاسين بامان ان انت تركب ميكروباص وتتحرك من مكان لمكان او من محافظة لمحافظة. لا، البلد في الضياع وفي انهيار وفي وضع مزري سيء جدا، يعني من سيء لاسوأ، واللي جاي اصعب أبو أنس. وعلى الناس ان هي ان تتحرك. شكرا جزيلا لك ابو انس. معنا ابو وليد من مصر، اهلا بك. اهلا وسهلا. ابو وليد صوتك مش واصل خالص، صوتك بيقطع. طيب احمد من مصر، شكرا يا ابو وليد. احمد من مصر اهلا بيك. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ عليكم السلام، اهلا وسهلا. انا منور الشاشه على اي وضع عموما يعني. الله يخليك. الانجازات ان شاء الله باينه، يعني هو طرق وكباري وحاجات كويسة، هي فعلا كويسة بأمانة، هو المنظر يفرح يعني بجد منظر جميل. لكن هي المشكلة في ايه بقى أستاذ أسامة؟ ان انا كمواطن مش حاسس بحاجة. يعني انا في عيشتي الاساسية يومي الطبيعي العادي بتاع اكلي وشربي وشغلي، حتى علاقاتي بالناس، علاقاتي بأداء الخدمات، انا مش شايف تطور خالص. الناس دي شغالة مع البلد بمنطق رئيس مجلس الاداره بتاع الشركه القطاع العام زمان لو تفتكر يا استاذ اسامه، ايام العدول المنتدب، يطلع يجيب احسن خط واحدث خط انتاج في القطاع اللي هو شغال فيه، مش عشان يطور مصنعه او يزود انتاجه او يزود ارباحه، عشان العموله اللي بياخدها. فاحنا النهارده مصر بتتعمل كانها شركه قطاع عام، بس للاسف ما هوش عضو مجلس اداره واحد او منتدب واحد، ده كل واحد على كتفه دبورتين ماسك حتة بيشتغل بيها بنفس النظام. أنا همسك الشارع أسفلته وأشجره وأعمله عشان إيه؟ عشان التفتوفة اللي هتطلع من ورا منه. المنظر العام يبقى جميل، المنظر حلو، إنما الناس ماشية في الشارع عاملة زي الزوم، الناس بتكلم نفسيها. يعني طب معلش أحمد، هو في سؤال بس. طب في سؤال معلش، أنت بتقول إنه الطرق والكباري الحمد لله يعني بصراحة بأمانة شكلها حلو وحاجة جميلة جدا. طب الناس ليه مش مبسوطه؟ طيب يعني طالما بقى في طرق وكباري، هو السيسي نفسه مستغرب، يعني انتوا ليه مش شايفين الطرق والكباري اللي هو بيعملها وبتتكلموا على حاجات تانية؟ لا احنا شايفينها يا باشا، والله شايفينها، بس بتخدمنا بقى في ايه؟ هي منظر. انا 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 مفيش شغل يمشيني على الطرق والكباري دي واستفاد بيها النهارده. ما انت عملت لي طريق خليتني اروح المشوار اللي انا رايحه بدل في ساعتين اروحه بساعه، جميل. بس انت قعدتني في البيت، انا ما بقتش اتحرك، ما خدتش الميزه دي، ما استفدتش بيها. انا كنت تعبان ايام شغلي وبجري على السكك وبتاع والكلام ده كله، بتاخر وارهق والاختناقات والكلام ده. شكرا جدا يا احمد، وضحت الصوره. الحقيقه الجمله اللي انت قلتها عبقريه جدا. انت خلتني المشوار اللي كنت بروحه في ساعتين اروحه في ساعه، بس انت قعدتني في البيت، ما بقاش في شغل، بقى في مرتب، ولا الراجل بقى بيروح في حته. فانت عملت طرق عشان الناس تمشي مثلا من بيتها لشغلها في وقت اقل، فهي مش لاقي شغلها الحمد لله على ايدك يعني. فدي من انجازات عبد الفتاح السيسي، بشكرك عليها يا احمد. معانا ابو عبد الله من مصر، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ اسامه. اهلا وسهلا. دلوقتي هو الانجازات برضو تجارة المخدرات كترت قوي، تجارة المخدرات عملها تجارة المخدرات والانجازات وجوع الناس، مفيش شغل في البلد، عمل الطرق بس ما بيشتغل، مفيش شغل. عمل البلد بس فيش شغل. انجازاته ان هو الشباب كله انضرب دلوقتي بالمخدرات عشان الناس تتلهي، وما كناش كله يقعد في بيوته. والله والله ثلاث ارباع الشباب مضروبين بالمخدرات في مصر. طيب هو يعني ممكن اسالك سؤال معلش؟ هي تجاره المخدرات مسؤوليه النظام؟ ما هم الاولاد اللي بيروحوا يتاجروا في المخدرات، يعني هو النظام مثلا ضربهم على ايدهم؟ هم اللي بيدخلوا يا باشا، هم اللي بيدخلوا. مين اللي بيدخل؟ بيخش من على ايديهم. حتى الهجرة مش حاجة بالرأس. النظام اللي بيدخل مخدرات؟ بيدخل النظام اللي بيدخل اللي وقال. طب ومال قسم مكافحة المخدرات في الداخلية بيعمل ايه؟ ده بيقبض فلوس يا باشا على الدواليب، كل دولاب الدواليب دي بتدفع الفلوس، دواليب في الشوارع، حاجة اسمها دولاب ده بيدفع له شهرية. بس لو كانوا هم اللي بيدخلوا المخدرات، طيب عملوا القصة بتاعت منة شلبي اللي كانت من اسبوعين ليه وقال لك دخل الناس بس يا فندم؟ منه الناس بس، لهي للناس.
لاهي للناس بس ده لاهي، انما المخدرات بتاع المخدرات اكتر اكتر من اي اكتر من الرز. ما تلاقيش رز ما تلاقيها مخدرات. تلاقيش ما تلاقيش اي شغلانه تلاقيها في المخدرات. طيب لا الشباب كلها مضروبه، كلها ماشيه، كل الشباب ماشيه. انت مش شايف بس للراجل اي انجازات يا ابو عبد الله؟ انجازات ما انجازات، انا بقول لك على انجازات اهي. خلى المخدراتك احسن من اكتر من الاكل في اي حاجه، وقف الناس ما فيش شغل في البلد. عمل طرق وكباري للناس وقعد الناس في البيوت. طيب بشكرك جدا يا ابو عبد الله من مصر. خليني اقرا شويه رسائل. فاطمه ايوبي بتقول: اعزائي في قناتكم المحترمه الصادقه، هل دكتور اسامه يقرا التعليقات المكتوبه على الواتساب ام لا؟ اه طبعا بقرا التعليقات، لو تبعت لنا تعليق على او اجابه على السؤال هنقراها ان شاء الله. مش شايف انجازات السيسي ليه؟ لانه ما عندناش البصيره بتاعتهم. ده تعليق على السؤال. إجابة تانية بتقول: اللي شايف إنجازات السيسي الناس المستفيدين من هذا النظام أمثال الضباط والقضاء والإعلاميين ورجال الأعمال المنتفعين، أما باقي الشعب المصري فلا يرى أي إنجازات، لأن الإنجازات تتلخص في عدة أشياء، أهمها الصحة والتعليم والاقتصاد والمواطن وحق المواطن في حياة آمنة دون تهديد أو قمع. طيب نطلع فوق شوية ناخد مجموعة أخرى. رسالة هنا من أبو عبد الرحمن بيقول: إحنا ضيوف عند السيسي وجيش السيسي، ورثوا الأرض ومن عليها. دولة قطر مسمية الاستادات الرهيبة والعظيمة بأسباب بلادهم مثل لوسيل و974، لكن إحنا عندنا في مصر كل حاجة باسم الجيش، زي استاد الدفاع الجوي والكلية الحربية وحرس الحدود وبرج العرب، ودي برضو من إنجازات السيسي. جميل، نرجع لأحمد من مصر. أهلا بك يا أحمد. أحمد السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور اسامه؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. والله دكتور اسامه عبد الفتاح السيسي فعلا عمل انجازات كبيره جدا، من ضمنها النهارده سعر الدولار وصل 34 جنيه، نسب الفئه اللي النهارده اشتروه 34 جنيه. الدين الخارجي اللي هو وصل 170 مليار، طبعا الدين الداخلي 6 تريليون، طبعا دي كلها انجازات. الاصول اللي بناها دي كلها انجازات. كم السجون اللي بناها دي انجازات. كم المصانع اللي هدمها وقفلها، وعلى يعني مصنع الحديد والصلب انا كل ما افتكره زي ما بنعدي عليه انا قلبي بيتقطع. مصنع الحديد والصلب كان فخر الصناعه في مصر، هذا المجرم الكذاب القاشر عبد الفتاح السيسي قفله، والكوك وخلافه. عبد الفتاح السيسي المجرم الكذاب لن نصدقه. المجرم اللي بيقول لك الكباري، الكباري يا دكتور اسامه قال كوبري دلوقتي بيتعدي عليه مثلا بندفع 10 جنيه، يعني الكارته الكارتيز بتعملها ب 10 جنيه رايح و10 جنيه جاي، يعني لو انا رايح مشوارين بس رايح جاي بدفع 40 جنيه. ماشي، فكل حاجه عملها المجرم الكذاب بفلوس، وبعدين عملها بالضرايب بتاعتنا. الكذاب المجرم عبد الفتاح السيسي كذاب مجرم قاشر. والله انا كمواطن مصري بقول له انا لن اثق فيك يا عبد الفتاح السيسي بقشره بصله. في نقطه عايز بس اتكلم فيها دكتور اسامه بعد اذن حضرتك. الجيش المصري بيمتلك اراضي على مصر، في مصر تتقدر بالمليارات الامتار. ماشي، الاراضي دي لو تم استثمارها من دول اجنبيه يا دكتور اسامه وجابوا مصانع فتحوها هنا، والله حال مصر هيتعدل. انما المجرم ده الجيش بياخد الاراضي بيعمل بيها ايه؟ انا عايز اساله هو سؤال دلوقتي يا مجرم، الاراضي دي الجيش واخدها بيعمل بيها ايه؟ في 6 اكتوبر والله الاف الامتار بالمليارات حاطين عليها كده خاصه بقوات المصلحه. بشكرك جدا يا احمد، شكرا جزيلا على مداخلتك. امبابي اهلا بيك. امبابي السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ كويس الحمد لله. بقى لي فتره ما بتكلمش حضرتك والله، انت وحشني. والله انت وحشنا اكتر يا امبابي، اتفضل. الله يخليك. يعني انا هبدا معاك كده، وانا هقول لك المقوله اللي قالها سيدنا عمر: لو تعفرت بغله في العراق لا تقول عنها عمر، لما لا تفتح لها طريق او تمهد لها طريق. عشان لما حد يخش ويتفتلف ويقول لك انا ازهري انا مش عارف ايه، ويبدا الكلام دوت ويقعد يتفتلف على الناس المتصلين وعلى الناس الغلابه اللي بيعانوا في البلد ديت، ما يقعدش يتكلم عشان احنا مش ناقصه. خليه كده في حاله ويركن على جنب. ماشي، انا بالنسبه للانجازات يعني انا حتى المكالمات وانا انا على الخط وكده وعارف انجازات انجازات في الكباري اللي بيتكلم بيقول لك عملنا كباري وطرق. لا كباري، حتى الطرق اللي عاملينها بايظه، شويه مطر وشويه سول جنه برضه الطرق. الكباري اللي دخلت في العمارات اللي تهدد حضرتك
بدون بقى جلسه جدول ولا الكلام ده كله. دخلت وهات بيت الناس، يبقى فين بقى الانجاز؟ انجاز ان انت تهد بيوت الناس، وانجاز ان انت تحبس الناس المحترمه وتوديهم المعتقلات، انجازات تخلي الدنيا غلا وتقول الذهب ويطلع الاعلام المجرم بتاعه ويقول الناس ما 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 تاكلوش رز، ما تشتروش ذهب، مش عارف ايه، يعني حاجه تغلب الشرايين. نفس الكلام والله يا دكتور بتاعه بالظبط، يقول لك الذهب غلى ما تشتروش، الاكل يغلى ما تشتروهوش، مش عارف ايه يغلى ما حدش يجيبه. طب احنا هنعمل ايه ازاي؟ الناس عايشة في غلا، الناس مش عارفة تنزل السوق، مش عارفة تشتري حاجة، يبقى فين الإنجاز؟ إنجاز الخراب بتاع البلد، وزي الأخ اللي كان بيتكلم من شوية ويدخل المخدرات، والله فعلا كل حارة وكل الناس اللي منتشر فيها المخدرات والمجرمين ماشية في الشارع، الإنجاز الأطفال اللي العشاشة دول ما يعرفوش مش عامل لهم عادية عادة على مطرة مية عشان يعدوا بيها حتى يروحوا المدرسة، إنجازات إن مدرسة النهاردة في الفيوم فاضية مش قادرين يحطوا فيها مدرسين، طب ما هي جاهزة، هاتوا لها مدرسين مكتوب التعاملين تقول لهم مدرسين ومش مدرسين وبتعينهم مش عارف بإيه ومحدش عارف لهم حاجة خالص وخراب في البلد، فين الإنجاز؟ الإنجاز إنجاز إن هو جالي للشام مش مخلي حد يعني يعيش في البلد وعمال ياخد فلوس منين وياخد فلوس ويحطها في كوبشوت، أنا اللي غلطت حاجة واحدة بس إن كل الناس اللي موجودين في الجيش وهنا وهنا ما ليس منكم رجل رشيد، يعني مفيش حد يتكلم يقول له اللي أنت بتعمله ده غلط، مجلس الشعب معاه ويقول له طب له والإعلام معاه وطب له والبيت معاه وطب له في الداخلية، طب فين؟ يعني هتفضل الوضع ده كده على طول مستمر؟ بس إن شاء الله عندنا أمل بإذن الله إن ربنا يسهل الحال. شكرا جزيلا ليك يا مبابي، شكرا جزيلا. معانا مدحت من مصر، أهلا بيك يا مدحت. مساء الخير دكتور أسامة. مساء النور يا فندم. هو الرئيس عمل إنجازات وما عملش إنجازات بصراحة. الإنجازات اللي هو ما عملهاش طبعا واضحة جدا، وأهم حاجتين في إقامة أي دولة التعليم والقضاء. طبعا اي دوله ما بتهتمش بالتعليم بتكلم في المنهج نفسه، يعني مش بتكلم في الحش اللي هو والدروس الخصوصيه، بتكلم في المنهج اللي بيتحط عشان يطلع اقول تتصدر للخارج. ده طبعا منهار عندنا تماما. وعندنا طبعا القضاء، طبعا حضرتك عارف يعني القانون بيتفصل حسب الشخص نفسه، اذا كان هو يعني ذو نفوذ أو إذا كان هو من عامة الشعب. أما بقى الإنجازات اللي هو عملها، فهو كمل مسيرة الرؤساء العسكر اللي هو اللي مسكوا مصر قبل كده، يعني دي خطة معمولة، أنا شايف كده من وجهة نظري إن هي خطة معمولة تعتبر خطة مقوية لإسقاط مصر من بعد الملك، لأن مصر كانت دولة غنية جدا وكانت متقدمة جدا. لما جم العساكر أو المجلس العسكري من بداية عبد الناصر، عبد الناصر كان ليه مهمة معينة وهي إن هو يعمل حرب 67 و 56 والعدوان الثلاثي وشوية القلق اللي حصل، وبعد كده لما جه السادات برضو مسرحية حرب أكتوبر دي الشعب يخش وينتصر، وبعد كده مقصود انه يسيب الثغرة علشان الاحتلال يخش وعشان هو يروح يعمل معاهدة السلام وعشان كذا وكذا والحاجات اللي حضرتك عارفها. لا الحقيقة مش عارف يجي يا مدحت، قصة يعني مسرحية حرب اكتوبر دي مش معاك فيها الحقيقة خالص، في اخطاء عند الرئيس الراحل انور السادات الحقيقة. انا مش بتكلم على الجندي المصري خالص، انا بتكلم على النظام كان في صغرى، بس وصف حرب اكتوبر يعني اتحذر منها، يعني انها كانت مسرحيه. لا انا ده مش معاك فيه خالص، يعني معلش الكلمه دي بتحفظ عليها تماما، يعني حرب عظيمه ومصر شاركت فيها وجنود المصريين بذلوا ارواحهم ودمائهم لتحرير الارض، الشعب المصري كان عايش كله الحاله، ففي اخطاء سياسيه تمام، في اخطاء استراتيجيه، الفريق الشاذلي اتكلم على اخطاء خاصه بالثغره، كل ده تمام نتكلم فيه، بس وصف اكتوبر بانها مسرحيه الحقيقه مش متفق معاك في ده خالص. بشكرك جدا يا مدحت، شكرا جزيلا. معانا محمود من انجلترا، اهلا بيك يا محمود. ازي حضرتك؟ اهلا حضرتك. ايه الحمد لله. الدكتوره بتتكلموا على الانجازات، انا في تعليق بس على اسعار الذهب وزياده الاسعار بتاعت الذهب. اتفضل. في مصر هو الذهب حضرتك ما بيزادش، ما فيش زياده في الذهب خالص تذكر، لان الذهب على الشاشه البورصة العالمية ثابت، ما بقاله مدة طويلة ولا طلع ولا نزل. الذهب بيتقاس يا دكتور بالأونصة اللي هي 31 جرام.
لما هتقسم ال 31 جرام على سعر الأونصه اللي هو 1783، هيديك سعر الدولار اللي هو المفروض النهارده في السوق عند تاجر الذهب 31.5. ده سعر الدولار الحقيقي اللي المفروض موجود في السوق. طيب ممكن ده بيترتب عليه حضرتك ارتفاع في كل ممكن الاسعار. ممكن نسيب الذهب يا محمود ونرجع لسؤال الحلقه لو سمحت؟ ما هو ده مرتبط بسؤال الحلقه يا دكتور. اتفضل. الاسعار الدولار اللي عمال يزيد دوت نتيجه ايه؟ نتيجه الانجازات الضخمه اللي السيسي عملها في مصر. اللي هو انا عايز استورد علف، ما عنديش دولار استورد بيه علف. عايز استورد اي سلع غذائيه، ما فيش سلع غذائيه انا بقدر استوردها. ليه؟ لان المشروعات اللي هو عملها كلها في مصر اللي هي عباره عن خرسانات اتحطت في المجتمع في الارض في ارض مصر كلها استنزفت العمله اللي موجوده. كل القروض اللي خدها وكل الفلوس اللي خدها من الخليج اتحطت في الخرسانات دي بجانب الفلوس اللي هم خدوها عمولات ليهم هم. طب معلش معلش يا محمود، ما هي الخرسانات دي برضو عملت بنيه تحتيه، عمل كباري، عمل محاور، عمل طرق. طب يعني برضو قصه وصف او اختزال شبكه الطرق والكباري وكل الحاجات اللي عملها انها خرسانات بس، انت شايف ان ده في انصاف؟ طب هو حضرتك البنيه التحتيه لما تبقى في مؤتمر المناخ والمجاري تطلع على زوار من على زوار المؤتمر، فين البنيه التحتيه اللي موجوده حضرتك؟ هم قالوا لك دي مجرد ماسوره صغيره ضربت وصلحناها في ساعتها، يعني انت ليه؟ طب واللي حاصل اليومين دول في اسكندريه وفي المنصوره ايه اللي حاصل؟ لا المجاري اللي طافحه والبلاد اللي غرقانه والدنيا اللي خربانه والناس اللي عايمه بمراكب في الشوارع، مش دي بنيه تحتيه المفروض كان النظام صرف عليها فلوس؟ لو كان فعلا اتصرف عليها فلوس كانت بقت من الانجازات. طب انا اكلمك من الناحيه الثانيه يا محمود، اعتبرني في الانتاج الاعلامي وانت عامل معايا مداخله، فانا هقول لك يا محمود، يا استاذ محمود، يعني انت عايش في مصر او اهلك عايشين في مصر، معقوله فخامه الرئيس ما عملش اي انجاز طول التسع سنين؟ يا جماعه اقلعوا النضاره السوداء اللي انتوا لابسينها دي. طب ما مفيش حاجه اشوفها غير بالنضاره السوداء دي، ايه الانجازات اللي هو عملها؟ انت مش شايف اي حاجه حلوه في البلد؟ لا مفيش اي حاجه حلوه خالص للاسف في البلد. وانا دلوقتي لما دكتور انا دلوقتي لما تعمل لي محور زي محور الضبعه اللي ماسك من اول القاهره لغايه لما توصل تقريبا بعد مرسى مطروح، الطريق ده مفيش حد بيمشي عليه، انا مشيت على الطريق ده مرتين كنت رايح مرسى مطروح، مفيش حد على طريق، مفيش خدمات، مفيش اسعاف، اقسم بالله انا شايف حوادث على الطريق ونزلت مطلع اطفال من تحت العربيات، مفيش اسعاف. فين الانجازات؟ لما انت المستشفيات الممرضات تضرب يضربهم طيار، طيار يعني من ارقى المستويات في العالم، ويضربهم طيار هو وامه بكرباج، مش دي انجازات؟ القمح اللي مش موجود في البلد، الرز اللي كنا بنصدره وكان عندنا فائض من الرز. بشكرك جدا يا محمود والله، شكرا جزيلا، النقاش معاك الحقيقه نقاش جميل. ابو احمد من مصر اهلا بيك. ابو احمد السلام عليكم. يا ابو احمد الو. اهلا وسهلا. الو انت على الهواء، اتفضل. ابو احمد سامعني؟ طيب شكرا جزيلا ابو احمد. عمرو من مصر اهلا بيك يا عمرو. يا عمرو ازيك يا دكتور؟ انا معاك. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. احنا الانجازات باينه واضحه، ان الناس مش لاقيه رز، مش لاقيه سكر، مش لاقيه زيت، ولو لقيتهم اسعارهم في في في, في جهنم. انجازات ان تلاجته اللي كانت 10 سنين فيها ميه بس اتملت دولارات مش اتملت اكل. انجازات قصور، انجازات انتصار لبسه الماز. الانجازات شايفينها عنده هو على راي الدكتور عبد المنعم ابو فتوح، يا ربنا يفك اسره، شايفينها في بدل وهو اللي حواليه. طب معلش عربيات، معلش عمر اكلمك من الناحيه الثانيه برضه. لا انجازاته انه عمل لك حياه كريمه، انجازاته انه طور مثلث ماسبيرو، انجازاته انه هو شال البيوت المخالفه وعمل بيها حاجات كبيره جدا، انجازاته انه هو عمل 22 مستشفى عسكري، انجازاته انه هو عمل عاصمه اداريه جديده، عمل مدينه عالمين جديده، عمل المنصوره الجديده، بيعمل مدينه في ابو قير الجديده، انت ليه مش شايف ان كل دي انجازات؟ عشان انا الانجازات دي ما فادتنيش، عشان كده انا مش شايف. دي لو كانت فعلا انجازات زي ما سعادتك بتقول هي ما فادتنيش،
انا مش شايف فيها غير ان انا رجعت لورا، ان انا هنصب خيمه انا وعيالي ونقعد على البحر. انا من المنصوره والمنصوره الجديده دي مش فايداني في شيء. ليه مش هتروح؟ لو كان صرف على المنصوره القديمه كان عمل لنا مدينه صناعيه. معلش يا عمرو، انت المنصوره الجديده مش هتعرف تسكن فيها ليه؟ ده انا الاعلام اللي هناك في الانتاج الاعلامي مأكدين لي ان الاسعار في المتناول يعني، وان في ناس استلمت والحجوزات خلصت. يا بيه متناول مين ده؟ احنا مش عارفين ندفع ايجار 1200 جنيه ولا 1300 جنيه، مش عارفين ندفع فاتوره الكهرباء يا بيه. تقول اشتري متناول؟ متناول مين؟ في متناول هو وعلى ضيشه، في متناول الناس اللي بيقابلها في الشارع بالصدفه. يا بيه ده بيضحكوا علينا، دي ناس دي بتضحك علينا. تمام. احنا الشريحه الكبيره بتاعت الشعب اللي بيتكلم الكلام ده، احنا الشريحه اللي بنجيب البيضه ب 3 جنيه و 4 جنيه بيه. كيلو الفراخ البيضه للناس ما كناش بناكلها ب 43 جنيه. طيب بشكرك جدا. ما عادش. بشكرك جدا، شكرا جزيلا. معانا سامح من مصر، اهلا بيك يا سامح. اتفضل يا سامح. تسمح لي اسال حضرتك بس سؤال؟ الصوت مش واصل يا سامح. اسال حضرتك انا. ممكن أنا تسال تاني؟ معاك. اتفضل. صوتك مش واصل في الاستوديو والله يا سامح. تحرك يمين او شمال كده، شوف الشبكه معاك اخبارها ايه، يمكن تيجي. سامح، اخر نداء لسامح. طيب شكرا. ايوه جدا. دكتور. كويس اهو صوتك وصل. الو اتفضل يا سامح. ايوه دكتور. باذنك اسال. اتفضل يا سامح، يا رب الصوت يوصل. الو. طيب شكرا جزيلا يا سامح، انا اسف والله بس الصوت فعلا مش واصل خالص. عبد العزيز من مصر، اهلا بيك. عبد العزيز، يا عبد العزيز مش موجود. عبد العزيز. السلام عليكم استاذ اسامه. اهو عبد العزيز. وعليكم السلام. الو. اتفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام. الو السلام عليكم. عليكم السلام لتالت مره، اتفضل. السلام عليكم يا عبد العزيز، انت على الهوا. الله يخليك، الله يحفظك. بس انا ما سامعش صوتك على فكره. انت سامع الصوت؟ انا ما سامعش صوتك على فكره. طب قول اجابتك على طول، يلا قول اجابتك على السؤال على طول. ما سامعش صوتك على فكره يا استاذ اسامه. طيب شكرا جزيلا يا عبد العزيز. محمد من مصر، ان شاء الله الامل في محمد. اهلا بيك يا محمد. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. بص يا دكتور اسامه، هو حوالي احنا علينا 500 مليار دولار ديون خارجي وداخلي مع بعض. لو قسمناهم على عدد المحافظات تقريبا كل محافظه يطلع عليها 19.5 مليار. هل المحافظه اللي انا قاعد فيها حصل فيها شغل بالمبلغ ده او ربع المبلغ ده؟ ما حصلش. هل انا بنى عندي مدارس ولا مستشفيات تطور وعمل لي مصانع، المصانع تشتغل وشغل شباب والشباب يتجوز ويدفع ضرائب ويعمل طرق بعد كده؟ ده عامل زي اللي عنده عيل خلص تعليم قال له يا ابني تعالى جوزك وبعد كده خش الجيش وبعد كده اشتغل. لا انا خلص تعليم اخلص جيشي اشتغل اتجوز. ده عمل الموضوع لفه. وغير كده انا شباب قاعد دلوقتي كلها في رسامه، وعمر الدولار ما هينزل الا لما يبقى فيه انتاج عندك. معلش يا محمد بس اتناقش معاك بالعقل والمنطق، يعني انت بتقول ان كل المحافظات هو ما عملش فيها حاجه، طب هو ده منطقي؟ امال الحياه كريمه دي عاملها لمين؟ امال التامين الصحي عامله لمين؟ امال المنصوره الجديده عاملها لمين؟ حلو تمام يا دكتور، انا كله خرسانات عندي، قول لي بقى عمل لي كام مصنع؟ عمل في بلد سوهاج كم مصنع؟ عمل مثلا 500 مصنع. ما هو واحده واحده. طب ما هو واحده واحده يا محمد، هيعمل الاول الطرق والكباري وبعدين يعمل المصانع، مش هيعمل كل حاجه مره واحده يعني. دكتور هي مصر ده مؤاخذه يعني، كانت ماشيه على التراب. ما كان في طرق. انا اخد يا دكتور اشغل المصنع اخد منه ضرايب اعمل طرق، مش اعمل طرق ما معيش فلوس اعمل مصانع واغلي الحاجه على الناس. الدولار ده هينزل ازاي؟ سعره هينزل ازاي؟ بالانتقال. انت بتنتج ايه؟ انا عاوز اعرف احنا متخصصين في ايه ولا بنفهم في ايه ولا بنطور ايه ولا بنصدر ايه. احنا كل تصديرنا قد الملابس بتاع بنجلاديش، تصدير مصر كله 40 مليار بنجلاديش بتصدروا ملابس بنجلاديش اللي احنا كنا بنبعت لها قلم رصاص في الستينات عشان يتعلموا. يا دكتور لازما اللي احنا ماشيين فيه ده الفلوس اللي خدها كلها من بره راحت سلاح وطرق.
اشترينا سلاح وطرق. ايه البلد انا ما شفتوش راح مدرسه حكومي ودخل فصل وشاف فيه تعداد وكان معين؟ طيب ما هو هيقول لك ان انا جبت سلاح لاني بحارب الارهاب وكان عندي ارهاب في كل المحافظات، وعملت طرق لان مصر كانت من اول 5 دول تقريبا على مستوى العالم في حوادث الطرق. تمام، ما لسه برضه احنا لسه متقدمين في الموضوع ده. هو حضرتك مش قال لك دلوقتي الاتصالات والتابلت اللي عيب تخش الثانويه العامه مش عارفه تمتحن بيسقط الشبكه؟ ده متقدم في الانترنت ولا في الاتصالات اللي صرف عليها؟ كان طالب السنه اللي فاتت الثانويه العامه مش عارف يمتحن بسبب النت يا دكتور؟ ارهاب ايه ده؟ الارهاب ده فخنا احنا. الارهاب ده ما تركيا شغاله ايه ارهابه وكل يوم بتضرب. طيب حلو. طيب بص يا محمد، في حاجه تانية هو قالها برضو الاسبوع اللي فات، قال لك يا جماعه الناس بتقول لك يا عم كنت اكلنا وشربنا بدل الطرق والكباري اللي عملتها. قام اقسم بالله بعدها وقال انا لو كنت عملت كده كنت هكون بظلم الاجيال الجديده. ايه رايك في الموضوع ده؟ لا طبعا انا اي، بص يا دكتور انا طريق دلوقتي، بس انا هعمل كوبري دلوقتي حلو ونفعني وكل حاجه. الطريق ده كلفني 5 مليار زي اللي عمله قبل كده. طيب فات البلد بيه يعني يدخل ايه غير واحد 10 شغالين على الكارته من الناحيه دي و10 شغالين من الكارته من الناحيه دي؟ حاجه ب 5 مليار. طيب انا لو عملت ال 5 مليار دول اقسمهم على المحافظات وعمل مناطق صناعيه. يا ابني تعالى 10 شباب تعالوا بعد اذنكم، انتوا جايين من بره ومفيش شغل، حته ارض 800 متر 1000 متر ابنوها انا بنيتها لكم، قسطوا على 5 سنين، شوفوا هتشتغلوا فين وسددوا لي الارض. يبقى انت شغلت شباب كل مطلع فيه 50 واحد دخل البلد بدل ما يقعد يسافر بره وكله عاوز يهجم البلد هجره غير شرعيه. انا طريق عملته هقعد اخد عيالي اطلع اكل عليه. ايه الدخل اللي دخل البلد؟ بشكرك جدا يا محمد، نقاش ايضا معاك نقاش جميل الحقيقه ومفيد جدا. معانا منال من مصر، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، ازيك يا استاذ؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك. والله يا استاذ سامع الواحد اللي كل اللي قادر يقوله يعني مش هقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي احنا شايفينه. بجد يعني مفيش اي حاجه، ولا في امل لتعليم لاولادنا، ولا في حتى مستشفيات، ولا في اي حاجه ان احنا نحس ان احنا بخير. يعني ما فيش اي حاجه ولا في تحسن في اي حاجه. امال الحاجات اللي هو بيعملها دي مين اللي شايفها يا استاذه منال؟ لو حضرتك مش حاسه ان في اي حاجه، الحاجات اللي الناس اللي شايفينها بالمنظور بتاعهم، انما دلوقتي كل الناس شايفه دنيا سودة في عينيها، ما بقاش في حد شايف حاجه كويسه، ولا حتى البنات اللي اتخرجت ولا الثانويه عامه اللي ضيعوها. حتى معايا بنت هي عايزه اكلمها. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. هو الصراحه يعني ناحيه السؤال اللي مكتوب على الشاشه اللي هو مش شايف انجازات الشيتي ده، هو دايما لما تيجي انا يعني مثلا بحس الناس كلها لما اجي اسالهم حضرتكم يعني حابين الشيتي للدرجه دي ليه؟ يقول عشان الانجازات اللي هو بيعملها. بسالهم ايه الانجازات ديت؟ يقعد يقول ان هو بقى بيبني، ان هو بيخطط، ان هو بيبني البلد لبعيد، ان هو يعني مثلا بيبني العاصمه الاداريه ديت عشان كمان 10 سنين هتبقى احسن حاجه، وان هو بيبني مستقبل الاجيال اللي جايه. طب ما الاجيال اللي جايه طب مهم دلوقتي، يعني في ناس كثيره مش لاقيه تاكل دلوقتي. انت بتقولي لهم ايه الاول؟ بس انت اسمك ايه الاول؟ منا. معلش منا، ممكن تقولي لي انت عندك كم سنه؟ 19 سنه. 19. طيب لما زمايلك بيكلموكي في موضوع العاصمه الاداريه وبيكلموكي انه ايوه الراجل بيعمل الاجيال الجايه، انت بتردي عليهم بتقولي لهم ايه؟ برد عليهم بقول لهم يعني اللي هو اهم حاجه الايام اللي احنا شايفينها دلوقتي، حتى مش لاقيين تعليم يعني كويس، حتى طريق شوقي. يعني انا يعني بقالي سنين كلها، سنين دراسيه كلها كنت دايما بطلع من الاوائل. جيت على ثالثه ثانوي جبت ملحقين، بالرغم ان انا على طول بطلع من الاوائل وبجيب حاجه 90%. يعني ده حتى زمايلي في ناس اكتر مني لقيتهم جايبين 32% هيعيدوا السنه ثانويه عامه. يعني هم دلوقتي. طب انا عايز اسالك سؤال يا منى، معلش يعني عايز اسالك سؤال. انت وزمايلك، ما هو انتوا المفروض انتوا الجيل الجاي اللي السيسي بيشتغل عشانه. طب هو ليه الجيل الجاي ده اصلا منقسم؟ يعني ليه زمايلك شايفين انه ايوه بيعمل انجازات وانت شايفه عكس كده؟ ايه الفرق بينكم يعني؟ ما هو يعني مثلا عندي حد يعني من زمايلي سالت واحنا بنتكلم برضه في الموضوع ده، قال لي هو انت منهم؟ ان انا يعني من الاخوان وكده. قلت له لا،
ليدي اصلا انا كنت قاعد مع ماما وانا كنا بنتفرج على نشرة الاخبار من ايام من ايام حكم مرسي يعني وكده، وان هو من الاخوان. قلت له ما فيش الكلام ده يعني، اصلا هو ما لحقش يحكم يعني، دكتور مرسي ما لحقش يحكم اصلا. بيقول لي طب اسالك سؤال دلوقتي، هو انت شايفه ان ثوره 30 يونيو دي انقلاب ولا ثوره؟ قلت له لا طبعا انقلاب، لانه اصلا ما ادوش فرصه زي ما ادوا للسيسي 8 سنين، وفي الاخر خرب الدنيا وخرب البلد. اشمعنى الدكتور مرسي ما ادوهوش حتى سنه ان هو يشوف حتى الحالات اللي هو كان مخططها يعني. منى انت خليني اسالك سؤال مهم قوي الحقيقه. انت عندك 19 سنه، انت حاسه انه مستقبلك افضل في ظل الحكم الحالي ولا اوحش؟ لا طبعا. ليه؟ ايه اللي قالك؟ ايه اللي مخوفك يعني؟ اللي مخوفني يعني مثلا عند حضرتك دلوقتي الدكاتره مثلا التكليف بتاعهم اتشال، وانا اصلا كنت علمي علوم وكنت عايزه ادخل كليه طب، فانا دلوقتي لو كنت دخلت كليه طب ما كانش هيبقى ليا مستقبل، ان انا بعد ما اتخرج 7 سنين واجتهد ال7 سنين دول بحالهم وفي الاخر مش هلاقي مقابل، وهيليني ما فيش تكليف وهتعب. معظم الدكاتره دلوقتي سابوا المستشفيات وسافروا بره، وفي منهم اللي اعتزلوا وفي منهم اللي بقوا. تخيل ان في دكتوره احنا نعرفها شخصيا بتقول ان هي بتعمل اكل بيتي، سابت الطب وسابت المستشفى، وفي الاخر بعد كل التعب اللي هي شافته ده وبعد كل المستقبل ده بتعمل اكل بيتي. انا بشكرك جدا يا منى الحقيقه، وبشكر والدتك استاذه منال، شكرا جزيلا ليكوا. في رساله بتقول لي الحقيقه يعني ده ملخص. انا اولا سعيد ان في جيل 19 سنه بيتفرج علينا، دي حاجه كويسه، ومبسوط جدا بالحوار مع منى لانه حوار مهم ان احنا نسمعه، مهم ان احنا نسمع الجيل ده شايف الدنيا ازاي. حتى الجيل ده جواه انقسام، في ناس شايفه انه ايوه وهو الرئيس وبيعمل انجازات وبيعمل لنا، وفي ناس تانية شايفه انه لا. اللي هيقول لك اصل منا كانت من 10 سنين كذا، كانت من 10 سنين عندها 9 سنين يا جماعه، كانت في رابعه ابتدائي، فبس لو انت مش واخد بالك يعني. ده الجيل اللي عاش ال 10 سنين اللي فاتوا ما بين الكلام عن اللي حصل في يناير واللي حصل في الانقلاب وما بعده، وكان بيسمع من الطرف ده ومن الطرف ده. فده الجيل اللي المفروض يتشكل وعيه في ال 10 سنين اللي فاتوا. فالجيل ده منا شايفه انه لا، ان مستقبلي مخيف لانه الدكاتره، لان في دكتوره نعرفها سابت الطب لانها مش عارفه تشتغل، ودلوقتي بتعمل اكل بيتي، مشروع بتحاول تسترزق منه. في رساله بتقول لي يا استاذ اسامه احنا في دوله عايزه دوله، اهم عوامل الدوله البنيه التحتيه مش موجوده، الزراعه مش موجوده، الصناعه مش موجوده، التجاره مش موجوده، التعليم مش موجود. انجاز السيسي الحقيقي انه هو لسه موجود والشعب لسه ساكت، ولا انجاز يذكر. طيب معانا هبه من مصر، اهلا بيك يا هبه. اهلا بحضرتك، ازاي حضرتك يا دكتور اسامه؟ اهلا وسهلا، الحمد لله. الانجازات بتاعت السيسي واضحه جدا زي الشمس بصراحه، بس هي لمصلحه مين؟ التفريع اللي عملها بتاعت قناه السويس ديت وهدر فيها 64 مليار دولار، ودي كانت سبب أساسي في انهيار الدولار. بداية، دي كانت البداية، المفروض تتعمل في 3 سنين، عملها في سنة عشان يلبس البدلة بتاعت العيد ويتصور. وطبعا عارفين القصة بتاعت مامته اللي مرضيش يدفنها عشان يعمل الشو دوت بتاع قناة السويس، والجزيرتين لإسرائيل ومية النيل أثيوبيا، وطبعا من الباطن إسرائيل. طيب معلش أستاذة هبة، في رسالة هنا مهم أن أنا ناقشها معاك. حد بعد بيقول لي إنجازات قليلة ملموسة للمواطن، مثل القضاء على فيروس سي، فحص الأذن لحديث الولادة، صرف صحي وتوصيل الغاز للقرى، إيه رأيك؟ إحنا اللي عايشين ده، وإحنا اللي عارفين التفاصيل دي، وإحنا ما بنشوفش أي حاجة من كده من دي خالص. أختي كانت تعبانة، جات لها جلطة في القلب، جرينا بيها على مستشفى في الهرم، هي جات لها جلطة وتشل نصها، جرينا على مستشفى في الهرم قالوا ما عندهاش حاجة، روحوا معهد القلب. رحنا معهد القلب، طبعا مناظر رهيبة هناك، وقالوا برضو ما عندهاش حاجة، ولحد دلوقتي مشلولة عشان إمكانياتها ضعيفة، مش عارفة تروح تكشف عند الدكتور خالص، فهي مش عارفة السبب إيه. لكن إنجازاته كلها لصالح إسرائيل. سينا دي، طيب. سينا
بشكرك جدا يا استاذه هبه، معلش لان وقت الحلقه بيخلص. معانا فؤاد من مصر اخر متصل، اهلا بيك يا فؤاد. اهلا بحضرتك استاذ اسامه، مبارك. اهلا وسهلا، الحمد لله بخير. انا فخور والله بالرموز اللي زي حضرتك وزي الاستاذ محمد ناصر وعامه هي الرموز المهمه كلها، والرموز اللي هي اللي بتعمل حاجه للبلد كلها بره البلد اصلا، يعني مش انت بس او الاستاذ محمد ناصر، الرموز كلها اللي بتخدم البلد كلها بره البلد، كل الناس اللي موجوده في البلد يا اما ناس مغلوبه على امرها مش قادرين يعملوا حاجه، لا اما ناس حاكمه البلد ومش عارفه تعمل ايه. احنا لو اتكلمنا على موضوع الحلقه وموضوع انجازات السيسي دلوقتي، احنا لو فكرنا ان واحد بيعمل بنيه تحتيه من 10 سنين، ده الحرب العالميه الاولى والثانيه قامت في دول، يعني معظم دول العالم اتدمرت ساعتها وما خدتش الفتره دي علشان تقوم. لو فكروا بنفس الطريقه ان احنا نعمل بنيه تحتيه الاول وبعد كده نبني البلد، احنا مش هنتطور، هنفضل زي ما احنا نعمل في بنيه تحتيه ومش هنعمر حاجه. نعم. وبعدين قبل ما انا افكر ان انا ابني اصلا، انا ابني الانسان الاول، انا عملت حاجه كويسه وجميله، بس الشخص او الانسان مش حابب البلد فهيخربها تاني وكاني ما عملتش حاجه. اشكرك جدا يا فؤاد، شكرا جزيلا ليك، وبعتذر الحقيقة لحسن والأبو كريم وأبو أحمد لأن وقت البرنامج خلص، أنا عارف كنتوا يعني في الانتظار للاتصالات، لكن إن شاء الله يكون ليكم مكان في حلقات أخرى قادمة. بشكر كل اللي شاركونا الحقيقة في الاتصالات وعبر الرسائل. الإنجازات الحقيقية هلخصها في آخر كلام قلته قبل كده في نهاية حلقة سابقة في بداية البرنامج، أن الأوطان تبنى ببناء الإنسان مش ببناء الطرق والكباري. صباح الخير.